تلاميذ كلية الأدب واللغات جامعة تسمسيل. الحقيقة حينما نتحدث عن مالك بن نبي فإننا نتحدث عن شخصية عبقرية تركت بصمة جلية وواضحة في الفكر الإسلامي المعاصر. مالك بن نبي على الرغم من تخصصه التقني المحض إلا أن إسهاماته في الفكر الإسلامي المعاصر يشهد له بها نظراؤه. حينما نتحدث عن كتاب الظاهرة القرآنية، هذا الكتاب الذي أحدث ضجة في الأوساط والنخب الفرنسية لأنه استطاع أن ينقل صورة حقيقية عن الفكر الإسلامي، عن تسامحه، عن عمقه لدى النخب الفرنسية ومتقدمة مثل ماليزيا تتبنى فكر مالك بن نبي. الحقيقة نحن الجزائريين منصوب على الاختصاص لم نعرف مالك بن نبي معرفة تليق بفكره وبمقامه وبمكانته في الساحة الفكرية المعاصرة. الفهم الحقيقي للفكر الديني والفكرة الدينية التي حينما تكون متزنة، حينما تكون منسجمة في لحظة صدق مع الذات يتغير الإنسان جذريا، لأن الشخصية التي يتحدث عنها مالك بن نبي شخصية يعني فرد من المجتمع، يعني نستطيع أن نقول خرج على الأطر العامة للمجتمع، لكن مجرد أن يرى قافلة الحجيج على متن الباخرة وهم يلبسون لباس يعني أبيض واحد ويهللون ويلبون، يعني هذا الأمر يحدث فيه تأثيرا جذريا ويتحول. أستاذ بكلية الأدب واللغات بجامعة سمسيلت، على كل حال الحديث عن مالك بن نبي ليس سهلا وليس بالبساطة التي نظنها. فالرجل قدم رؤية حضارية للأسف الشديد لم تتح لها الظروف التي تستغل وتستثمر فيها. ومالك بن نبي في الحقيقة وقع ضحية بين موقفين متناقضتين، الموقف الأول هو موقف تمجيدي لم يفهم مالك بن نبي فهما فلسفيا جيدا، والموقف الثاني هو موقف جحود ونكران أيضا لم يفهم مالك بن نبي. مالك بن نبي إذا أردنا أن نفهمه نفهمه في ضوء الواقع التاريخي الذي عشته الأمة الإسلامية وعشته الجزائر. ومالك بن نبي كان يسعى إلى أن أولا كان يقدم تشخيصا مهما للوضع الحضاري للعالم الإسلامي، ويسعى إلى البحث في جذور التخلف ويفكك هذا التخلف ليقدم رؤية حضارية نابعة من فهم سليم وفهم صحيح للإسلام. ومن هنا جاءت سلسلة كتبه التي تعبر عن رحلة أو مسيرة فكرية ومسيرة فلسفية. وكان الآن يعتبر مالك بن نبي كما يقول الشنقيطي ومحمد عبد المختار الشنقيطي في كتابه خيرة العقول المسلمة، يعتبر مالك بن نبي من خيرة العقول المسلمة التي جاءت في وقت كان التخلف الحضاري ضاربا بأطنابه وكان التخلف الحضاري يسيطر، فحاول الرجل أن يقدم رؤية حضارية. نحتفل اليوم بذكرى وفاة المفكر العظيم مالك بن نبي، قرابة 48 سنة عن وفاته في 31 أكتوبر 1973. نستذكر أهم المحطات التي ميزت حياة هذا الرجل الذي أثر بفكره على مستوى الجزائر والعالم العربي والإسلامي. مالك بن نبي ولد في عام 1905 ونشأ في المدرستين العربية والفرنسية، هاجر إلى فرنسا ثم عاد من جديد إلى الجزائر وعمل في محكمة أفلو، وكذلك عاد إلى فرنسا في مرحلة ثانية وحاول أن يدخل إلى معهد الدراسة الشرقية ولم يتمكن من ذلك، فانتقل إلى مدرسة اللاسلكي التقنية وتخرج منها مهندسا، وكان له عدة جهود على مستوى إلقاء المحاضرات والتوعية في صفوف المهاجرين الجزائريين بفرنسا. وغدة انطلاق ثورة انتقل إلى القاهرة وهناك عين
مستشارا في حركة الأفرو آسيوية، وبدأ في التأليف، أنتج ملك بن نبي أفكار جديدة، وهذه الأفكار ضمها في كتابته الرائعة شروط النهضة والظاهرة القرآنية الذي أسلم بسببه الكثير، وأنتج مفاهيم جديدة كذلك، مفهوم إنسان ما بعد الموحدين القابلية للاستعمار، عالج أو تطرق إلى عدة قضايا، إلى الثورة، إلى مشكلة الثقافة، إلى التنمية في العالم الإسلامي والعربي، إلى كذلك المواضيع المتعلقة بتطوير المجتمع، ويطلق عليه بحق فيلسوف الحضارة. أنتج لنا ثلاث معالم أساسية في الحضارة: تراب زائد إنسان زائد وقت. وهذه الأفكار تم تداولها على نطاق واسع إلى اليوم في العالم الإسلامي. كثير من المنظمات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية تتبنى أفكار ملك بن نبي، ونشير أيضا إلى عودته بعد الاستقلال هنا من أجل خدمة جزائر الاستقلال وتعيينه في وزارة التعليم الأصلي، وكذلك إشرافه على عدة ندوات وملتقيات أبرزها ملتقى الفكر الإسلامي، وكذلك بعض الندوات على مستوى جامعة الجزائر. اليوم هو ذكرى وفاة المفكر والعلامة الجزائري ملك بن نبي. الكل يعرف على أن ملك بن نبي هو من أشهر كتاب القرن العشرين، ولد سنة 1905 وتوفي سنة 1973. لديه مجموعة ضخمة من الكتب، رغم على أنه كان يكتب باللغة الفرنسية، لكنه استطاع أن ينال شهرة كبيرة في عالم الفكر الإسلامي، خصوصا وأن المسائل التي كان يكتب فيها متعلقة بشروط النهضة للأمة العربية الإسلامية. هذا الأمر يعني لم يكن، كانت هناك عدة مشاريع إسلامية قد تبنتها مثلا جماعة الإخوان المسلمين في مصر أو جماعات أخرى في المشرق، لكنها لم تطرح مشروعا حضاريا. فكان ملك بن نبي أحد المفكرين القلائل الذين طرحوا مشروع حضارة. هذا المشروع الحضارة يقوم على أن هناك شروط يجب أن تتوفر في هذه الأمة حتى تستطيع أن تبني حضارة تضاهي بها الحضارة الغربية. وملك بن نبي يعني قام بمشوار ماراطوني كبير لنشر هذا المفهوم، فقام يعني قدم عدة محاضرات في المشرق وفي الدول الغربية طارحا فكرة هذا المشروع الحضاري الذي كان يقوم أساسا على مشروع حضاري في حقل الدين الإسلامي.